السلام عليكم، انا هاجر احمد سيد. انا عملت البروجكت بتاع الليفل التاني في كورس الويب السي اس اس. هو بيتكلم عن الهيلثي فود، وكل وجبه وفيها امثله بقى للهيلثي فود اللي بيتاكل في الوجبه دي. هنا دي الهوم وفيها ريجستريشن بار. هنا بتكتب الاسم، هنا بنختار ميل ولا فيميل، وهنا يتحط الوزن، وهنا الطول. نحط بس اي حاجة، بعد كده هنا ندوس نيكست. في ناف بار في كل بيج، دي البيج اللي هي بتاعت الهيلثي بريكفاست. هنا بيتكلم عن الفوائد بتاعت ان احنا ناكل اكل صحي في الفطار، ودي اكزامبلز. وهنا ندوس نيكست عشان نخش على الهيلثي سناكس. وهنا دي examples، هنا ده healthy lunch، ندوس next هيودينا على healthy dinner. هو ده البروجكت بتاعي.